السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساءكم محمدي علوي فاطمي حسني حسيني ومعطر بذكر محمد وآل محمد عليهم أفضل وأتم السلام. نبدأ وياكم حلقة جديدة من برنامجكم خير الكلام، كل الكلام يكون خيرا بالتأكيد لطالما نذكر ونتذكر دوما ودائما وأبدا أئمتنا الأطهار عليهم أفضل وأتم السلام، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من جوار من الإمامين الكاظمين سلام الله عليهما، بالتأكيد لم ننساكم بالدعاء وبالقرب من باب فاطمة الزهراء سلام الله عليها. إذن السلام على فاطمة وبيها وبعليها وبنيها والسر المستودع بها. وإن شاء الله لا ننسى سيدي ومولاي الغائب، السلام عليك سيدي مولاي أينما كنت في مشارق الأرض أم مغاربها. إن شاء الله يكون هذا البرنامج وكل برامجنا برعايتك وبعينك إن شاء الله وبرضاك وبرضى الله عز وجل. لا أطيل عليكم، إن شاء الله رح نكون وياكم بالوقت القادم. نمسي عليكم أنا وكل الكادر وأيضا زميلتي ابتهاج علي اللي رح تشاركني هذه الحلقة المسائية من برنامج خير والكلام. مساءكم خير وعافية إن شاء الله. مساكم الله بالخير والعافية والسرور إن شاء الله والفرج العاجل لمولانا صاحب العصر والزمان، كذلك لجميع مشاهدينا الكرام الذين يتابعوننا الآن على شاشة قناة كربلاء الفضائية وبرنامج خير الكلام. طبعا كما علمناكم احنا نقدم من الجوار المقدس للإمامين الكاظمين، نستفتح بالدعاء بجاه الإمامين الكاظمين عليهما صلوات ربي وسلامه أن يمن علينا وعليكم بقضاء الحوائج وتفريج الهموم وشفاء المرضى، ونسأل الله تعجيل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. فقرات برنامجنا لهذا اليوم كما عودناكم نشاهدها عبر هذا الاستعراض السريع. الفقرة الأولى رحيق العارفين، نأخذكم من خلالها للتذكير ببعض الأذكار الواردة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام، والتي تقربنا من الله عز وجل بما في ذلك من سعادة الدارين. من زال همومه في الدنيا وفي الآخرة فيه الأجر والثواب، ويكون هنالك نورا في وجهه دوما وأبدا. وفي فقرة أوقات مستفرغة نبين من خلالها الطرق الصحيحة لاستثمار أوقات الفراغ، إن الاستغلال الأمثل لأوقات الفراغ يسهم وبشكل كبير في تقليل مظاهر الاكتئاب ويساعد على إعادة البهجة للحياة. حينما نستفرغ شيء من أوقاتنا لمصاحبة الناجحين، ومثل ما تعلمون أن الصاحب ساحب والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل. أما في فقرتي في قافلة الممهدين، كيف لنا أن نستشعر بأن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف مطلع على أعمالنا. هل هي ذنوبه؟ لا طبعا، أمير المؤمنين لا يذنب، أهل البيت لا يذنبون. إذن هي ذنوب من؟ هي ذنوب التي يرفعها أمير المؤمنين إلى الله تبارك وتعالى، أعمالنا، عملي وأعمال من هم مثلي، فيقول أن هؤلاء قد حسبوا علي، فكيف بك يا رب، إذن لهم، اغفر لهم. وفي فقرة تحدث العنوان هو البلاء، ما هي حكمة البلاء؟ هل للأعمال السيئة دور في وقوع البلاء؟ وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا أراد الله بقوم خيرا ابتلاهم، فما هي نعمة البلاء؟ بعدها نكون وإياكم مع ضيف البرنامج الذي سنتحاور معه ونصل وإياكم إلى حل أو فكرة وتحليل أو استفسار، وهو ينضم إلينا من مدينة النجف الأشرف. عودة مجددا بعد هذا الاستعراض السريع للفقرات اللي راح ترافقنا على مدار الوقت القادم إن شاء الله، ومثل ما تعرفتم على الفقرات القادمة وأيضا محورنا لهذا اليوم اللي راح يكون عن البلاء وماهية البلاء، وهل هنالك فرق ما بين البلاء والابتلاء، وما علينا أن نفهمه إلى ذلك الوقت إن شاء الله. طبعا يا زينب، لكن بالبداية هنالك أكو فقرات أدنى، وهذه الفقرات قد يتصل بعضها ببعض أو تنفرد هذه المواضيع، منها فقرة رحيق العارفين. وفي فقرة رحيق العارفين سيكون الحديث عن اليقين وعن درجات الإيمان،
وكما ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم إن الإيمان درجات، اليقين يكون بأعلاها. ما معنى اليقين وكيف يصبح لدينا هذا اليقين؟ اليقين يكون معناه هو ما يدركه القلب من حقيقة الشيء الذي يقع، كأنما أرى الآخرة. لما أرى الآخرة أنا موقن بالآخرة كمن يراها، كمن يراها يعني كمن يرى الجنة والنار ويرى الموت وعذاب القبر، هذا الشخص موقن. هنالك قول لأمير المؤمنين سلام الله عليه: لو كشف الغطاء، أي لو نظرت إلى ملكوت السماوات والأرض وما فيها من جنان وما فيها من نيران وما فيها من أسرار ما ازددت يقينا، أي بلغ اليقين إلى أعلى درجة بحيث لو كشف عنه الغطاء لم يزده ذلك يقينا. قد يحدث هذا الأمر معنا بأن نتصور أنه عندنا يقين بشيء، لكن عندما يقع الشيء يكون الشعور والتصرف مباين ومخالف لما يقع. مثلا أنه الإنسان دائما يقول أنه أنا موقن بما قرأت من آيات الله الحكيم حول النيران والعذاب وغيرها، أنا موقن بما يجري في الآخرة من عذاب. لكن إذا رأى عين اليقين أي حريق حقيقي صاير، يشعر بالرهبة، بالذهول، بالخوف الشديد، هنالك ذعر، ويتذكر نار الآخرة هي أشد من هذه النار. عندما يكون هنالك كوي مباشر، لسعة نار، يشعر بالألم المباشر، فمشاعره تختلف. فهو ما وصل عين اليقين بالذي هو لو عاينها مشاهدة، يختلف عن أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي يشعر بعين اليقين بالأمور. نعم بالتأكيد، وذلك اليقين الذي يشعرنا بأنه عندما نتصور ونتخيل شكل الإمام علي سلام الله عليه أو شكل رسول الله عليه أفضل وتم السلام أو حتى رائحته، أو عندما ندخل ضريح الحسين سلام الله عليه عندما نشعر بتلك الرائحة الجميلة العطرة بذلك التراب، نتيقن بشيء بأن الحسين سلام الله عليه بالفعل قد غادر هذه الحياة، ولكن روحه الطاهرة التي تكون في هذا المكان هي جزء من ذلك اليقين. واليقين الذي لا يشعر به بعض الملحدين اللي يقولون أنه الطبيعة خلقتنا، وهم يؤمنون ومتيقنين أنه هذا أمه وهذا أبوه. نعم نعم، هو ماكو يقين عنده، هو بدأ بالشك، بعكس اليقين الشك، وعاذنا الله وإياكم من الشك. للحديث عن اليقين أكثر مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن وإياكم إلى فقرة رحيق العارفين مع الزميل الأستاذ علي الكناني. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في فقرة رحيق العارفين. وخلال هذه الفقرة نأخذكم للتذكير بمظاهر من مظاهر العبادة. استماع القرآن الكريم والروايات الواردة في ذلك كثيرة نذكر منها. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلا آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة. نعم مشاهدينا الكرام، من يستمع إلى القرآن الكريم تكون الرحمة تنزل عليه بسرعة، الحصول على الأجر والثواب، كذلك يبتعد عن النار. وروايات أخرى: من استمع إلى القرآن الكريم كان من زال همومه في الدنيا وفي الآخرة، فيه الأجر والثواب، ويكون هنالك نورا في وجهه دوما وأبدا. فاستمعوا إلى القرآن جيدا وتدبروا في الآيات حتى تحصلوا على الأجر والثواب. انتهت فقرة رحيق العارفين، هذه عودة إلى استوديو خير الكلام. عودة من بعد رحيق العارفين، وإن شاء الله نكون نحن جميعا من العارفين حقا بالله عز وجل وبخاتم النبيين والمرسلين أبا الزهراء صلوات الله وسلامه عليه،
ومتيقنين وعارفين بحق الإمام المهدي سلام الله عليه في كل الأزمنة وكل الأوقات إن شاء الله، ونكون عارفين ومتعرفين على إمام زماننا في هذا الزمان وفي كل زمان، فإنه القرآن الناطق والمترجم الصحيح لتلك البيانات والنصوص والكلمات المقدسة التي كانت هي رسائل وخطاب بليغ أرسله الله عز وجل من السماء إلى أهل الأرض يخاطبهم لحكمة معينة ولعبرة ولقصة ولغيرها من هذه الأمور لأقوام قد سبقت أو لأخبار حالية. القرآن الكريم لو تفحصناه جيدا وجدنا كل العلوم والمعارف. هل تعرفون بأنه اليابان هذه الدولة المتطورة جدا شنو تسوي لنصوص القرآن؟ إنها تدرس بعض جزئيات الآيات، بل تفعل الأبلغ بأنه هي تخلي بعض الألواح اللمسية من القرآن، تخلي هذول الفاقدين للنظر والفاقدين للسمع تخليهم يلامسون القرآن بمجسمات معينة، وتخليهم أنه يتعرفون على هذه اللغة ويتقربون من الله عز وجل. يعني في هذه البلدان التي نعتقد نحن بأنهم لا علاقة لهم بالله عز وجل، ولكنهم بالتأكيد يوقنون العمل الذي يفعلونه. فالله عز وجل يهدي من يشاء في الأرض وفي السماء إلى أي شيء معين. ما علينا بأن نفهمه من القرآن الكريم بأنه رسالة مبلغة من الله عز وجل إلينا، إذن كيف ندرسها وندرسها أيضا، وكيف أنه نستثمر القرآن الكريم في بيوتاتنا بدلا من أنه نكتفي به وأن يصبح في بعض الأحيان مجرد أكسسوار يخلوه بعض الناس يخلوه بالمكتبة ويخلوه على الطبلات الفاخرة وغيرها من هذه الأمور، ويكون هنالك طبقة من التراب على هذا القرآن دلالة على أنه هذا القرآن في هذا البيت لم يقرؤون به بشكل مستمر. نعم، ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه إذ إنه يخالف الآيات ويكفر بها من حيث لا يشعر ولا يطئ آيات الله. هنالك قول عظيم للإمام الصادق سلام الله عليه يقول: لقد تجلى الله لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون. إذن المشكلة بينا أنه إحنا ما نبصر، أكو مشكلة بالقلب ما نبصر لما نقرأ هذه الآيات، ما تتجلى لنا معانيها، ولا نبصر أن الله يتجلى لخلقه في كلامه. عندما تقرأ القرآن تقرأه بهدوء بروية حتى يقضى إليك وحي. نعم، هذا الوحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن مدى تأملك فيه وطهارة قلبك يوصلك إلى المعاني، فضلا عن وجود أدعية موروثة عن آل البيت سلام الله عليهم تقرأ قبل تلاوتك للقرآن. هذه الأدعية تعينك، رب العالمين يجيبك. من يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. عندما تسأل الله أن يفهمك ماذا أراد بهذه الآية أو ماذا أراد بهذا الكلام، سوف يفتح الله مسامع قلبك بإذنه الكريم. طبعا لدينا فقرات أخرى تنتظرنا، والحديث كله ليس لفقرة رحيق العارفين. إن شاء الله نذهب إلى تلك الساعة الجميلة التي فيها نصيحة إن شاء الله وفيها حكمة معينة من الأستاذ عماد الفهد مدرب التنمية البشرية. بدلا من أنه تدخلون في دورة ممكن تكون مطولة، إحنا خلينا لكم هذه الفقرة حتى نطور مهاراتكم وتنميتكم البشرية. في هذه الفقرة نتابع ولنا عودة للاستوديو. خير الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأوقات مستفرغة. نأخذ جزء من وقتنا وهذه أيامنا وأزمنتنا لعملية جدا مهمة، وهي مهارة، فعلا مهارة، وهي مهارة إقامة العلاقات مع الناس الناجحين، مع الناس المتميزين، الناس الذين يأخذون بأيدينا إلى حيث النجاح، التفوق، الاطمئنان، السكينة، العلو والهمة، والناس الذين يشحذون في داخلنا الهم الداخلي حتى نكون من الناجحين
ونكون نحن حلقة في سلسلة من الذين أيضا يمدون أيديهم فيما بعد للآخرين من أجل نجاحهم ومن أجل تفوقهم. هذه عملية التكاتف عملية إنسانية يجب علينا أن نراعيها في كل شؤون حياتنا. هذه الأوقات وأنا أعرف أناس شخصيا أنه يختارون الأصدقاء بعناية جدا ويحاولون أن يلتقوا بالناس الناجحين، لأن الإنسان الناجح حينما تلتقي معه لمدة ساعة أكثر من ذلك وتتحدث معه بمواضيع عامة أو مواضيع خاصة ربما يختزل لك عشرات الكتب وعشرات الخبرات والمهارات والإمكانيات والقدرات في هذه الساعة، بالتالي تخرج من هذا اللقاء وأنت مزود بحصيلة شاسعة وواسعة جدا ممكن أن تمدك بالطاقة وممكن أن تصحح الكثير من مفاهيمك التي تتخذها تجاه ذاتك وتجاه أيضا المجتمع والعمل وبصورة عامة كل جوانب الحياة. لذلك حينما نستفرغ شيء من أوقاتنا لمصاحبة الناجحين، ومثل ما تعلمون أن الصاحب ساحب والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل، بمعنى كل إنسان حينما يصاحب الآخرين ويصادق الآخرين العملية أوتوماتيكي بحيث بعد مدة من الزمن هذا الشخص يتخلق ببعض أخلاق هذا الصديق وآدابه وذوقياته. لذلك خلي يكون اختيارنا دقيق جدا حتى نتزود من هذا الصديق لا أن ينقصنا. والصديق والعلاقة الناجحة هي العلاقة التي تنهاك عن الفحشاء، تنهاك عن المنكر، تنهاك عن مسارات الردى، تنهاك عن مسارات الظلم، وبنفس الوقت هي الصداقة والعلاقة التي تحفزك والتي تشجعك والتي تعزز مواقفك الناجح والتي تثني عليك والتي حينما تحتاج إلى حالة من الدعم سوف تجده أول الداعمين، بل الأكثر من ذلك هذه العلاقة التي تفرح بنجاحك وتكون مبسوطة ومسرورة بتميزك. هذه العلاقات التي يجب البحث عنها وإيلاء شيء من الأهمية ومن الوقت للبحث على هؤلاء الناس الذين هم نعم فيها حالة من الدقة وحالة من هو شخص ما يعثر على هذا الصديق بسهولة، لكن مع حالة التوكل وحالة البحث سوف يصل إلى هذا الصديق. أيضا هذه الصداقة تدعم الإنسان باعتبار أن الإنسان كائن اجتماعي، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع أن ينزوي وينعزل ويذهب بعيدا عن الناس، لابد أنه يعيش مع المجتمع. وكأنما أيضا أعطتنا هذه الآية معيار للتعامل مع الآخرين وأيضا ضبط معايير الآخرين بالتعامل معنا، ألا وهي معيار التقوى، أن نتعامل مع الناس بتقوى ونتعامل معهم بأخلاق. وأيضا اليوم لدينا مصطلح جدا مهم وأرجو الالتفات إليه يا كرام، وهو الذكاء، الذكاء العاطفي، بمعنى أنه تستطيع أن تكون العلاقات مع الآخرين وتستطيع أيضا اكتشاف مشاعر الآخرين تجاهك باعتبار أن الناس أنماط وأن الناس أشكال، فمن خلال هذه المهارة تستطيع أن تكون علاقات قوية وراكزة، لأن كثير من الناس أيضا يشكو أنه لا يستطيع أن يكون علاقات، فحينما يتعلم هذه المهارة مهارة الذكاء العاطفي سوف يحصل على أصدقاء وسوف يحصل على مجاميع من الناس محفزة يحوطونه بالنجاح والتميز والإقدام إن شاء الله. هذه عودة جديدة إلى استوديو خير الكلام. حياكم الله مشاهدينا الكرام، قد شاهدنا وإياكم الأستاذ عماد الفهد مدرب التنمية البشرية ويتحدث عن الشخصية الناجحة وأثر الأشخاص المحيطين به عليه. طبعا هذا مو بعيد عن كلام أهل البيت ووصاياهم حول اختيار وانتجاب الصاحب والصديق، ولا بد أن يكون تقيا وعالما. فجاءت كثير من الروايات عن آل البيت سلام الله عليهم بأن ننتخب الصاحب الذي يزدني علما
يزدني تقوى، يذكرني، يكون بمثابة مرآة لي. وكذلك حذرنا أمير المؤمنين سلام الله عليهم عن أصناف من الأصحاب الكاذب، لأنه كالسراب والفاسق يبيعك بأكلة تمر، والجبان يخذلك عندما تكون أحوج ما تكون إليه. وكذلك حذر من مصاحبة البخيل الذي يقعد عن معونتك. فكثير هنالك من الصفات اللي حولنا، والآن مجتمعنا وأبنائنا في خطر، بل نحن إذا أحطنا أنفسنا بأناس من العلماء، هذه نظرية الآن غربية، يقال أنه إذا أحطت نفسك بخمسة من العلماء تصبح عالما، بخمسة من الأغنياء تصبح غنيا، خمسة من الناجحين تصبح ناجحا، خمسة من الكسالى أو الذين نسميهم يعني متقاعسين تصبح متقاعسا. وأيضا يؤثر على أنه الإنسان إذا يحاط بخمسة من المتفائلين يصبح متفائلا، أما إذا أحيط بالمتشائمين المتذمرين الفاشلين سرعان ما تهبط هذه الهمة لديه. إذن هنالك أثر كبير للصاحب على أصحابه. نعم، الوحدة أفضل من صحبة السوء، قول لأحد الأئمة سلام الله عليهم، يعني تنقلنا من عالم إلى عالم آخر، تخلينا أنه إحنا نختار ننتقي جيدا، نستخدم مثل ما قال الأستاذ عماد الفهد تحياتنا إلم، نستخدم الذكاء العاطفي في اختيار الصديق والصاحب، وأن ننتقيهم، لأننا بتنا في زمان ننخدع بالأغلب في وجوههم الضحكة، ولكن هنالك يجب أن يكون اختيار صادق، أن تختار مثل ما قالت ابتهاج، أنك تختار شخص يقربك إلى الله عز وجل، يقربك إلى الصالحين، لا يبعدك عنهم ولا يجعلك من مجموعة المتكاسلين. كل ذلك إن شاء الله راح يكون بفقرتنا القادمة، إن شاء الله نهتدي نحن وإياكم في هذه القافلة، ونكون من الراكبين في هذه القافلة بإذن الله عز وجل في قافلة الموحدين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي أخواتي، حياكم الله في وقفة جديدة من في قافلة الممهدين. اليوم سنكرر سؤالا ورد في إحدى الحلقات، لكن فيه شقين، كيف نستشعر أن الإمام مطلع على أعمالنا وعلينا. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف جزء من منظومة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. أنا أستحضر في شروحات لأساتذتنا أيام الحوزة العلمية أنهم قالوا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما يقول في دعائكمين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، هل هي ذنوبه؟ لا طبعا، أمير المؤمنين لا يذنب، أهل البيت لا يذنبون. إذن هي ذنوب من؟ هي الذنوب التي يرفعها أمير المؤمنين إلى الله تبارك وتعالى، أعمالنا، عملي وأعمال من هم مثلي، فيقول أن هؤلاء قد حسبوا علي، فكيف بك يا رب؟ إذن لهم، اغفر لهم، تب عليهم، وفق من كان ذنبه متعلق بأذية للآخرين أن يكون مبرئا، يعني عمل عملا مبرئا لذمته. أنا اليوم عندما أكون قد سرقت من محمد أو من يوسف شيء أو آذيتهم بكلمة، هذا الأمر لا يتوقف على المغفرة الإلهية، الله يغفر الأشياء أو الشيء الذي يتعلق بكفر به، أما الأمور المتعلقة بيني وبين العباد تحتاج إلى رضا الله، يتحول إلى توفيق وأوفق لأن أعيد لهم حقوقهم. الكلمة السيئة لها أثر، والسرقة عليها دية وحد وأثر، وكل شيء أعمله تجاه العباد له أثر متعلق، كما تلك الخشبة التي كلما طرق فيها مسمار وقلع هذا المسمار بقي ذلك الأثر. الآن نستشعر أن إمامنا صاحب الأمر يعلم بحالنا. لا أريد أن أنطلق إلى تلك الروايات والتوقيعات العظيمة وكيف هو لا يكون مهملا يعني لما يجري فينا، مهتما بنا، ولا أريد أن أركن إلى تلك الرواية التي لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، ولا أريد أن أتكلم على الأئمة
ببحث أنهم يسمعون الكلام ويردون السلام ويشهدون المقام، لكن أنا أقول نقطة واحدة يا أخواني، والنقطة هذه جوهرية، أسأل الله تبارك وتعالى لكم ولي أن نوفق في أن نتفكر بها. ربما كلامي لا ينطبق على الواقع 100%، لكنها قد لا تعدو قدحة فكرية لي ولكم إخوتي أخواتي. الإمام موجود، حي غائب، إن آمنا إيمانا سليما بالغيب الذي ميزنا، إيماننا بالغيب ميزنا عن غيرنا يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، فندرك أن إمامنا موجود حي غائب. الحي الغائب هل يعني أنه منعزل عن الوجود؟ لا. الحي الغائب هل يعني أنه بعيد؟ لا. الحي الغائب هل يعني أنه لا يرى؟ لا. بالتالي إمامنا يطلع على مقاماتنا، على أعمالنا، والشواهد كثر. نذهب إلى زيارة معينة، نذهب إلى مسجد ارتبط به، فنرى أننا في كل لحظة، في كل عمل، في كل سكنة، أن هناك بركة وكرامة. أذكر قصة وينقل عن أحد الذين تشرفوا باللقاء مترقيا بلقاء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أن قصته قصة، بدأ يبحث عن لقاء الإمام حتى استدل بطريقة من الطرق على أن الإمام موجود في محل دكان حداد. ذهب إلى دكان الحداد فشهد وجود الإمام، وشهد حوارا بين امرأة وبين الحداد. هذه المرأة كان لديها قفل، وهذا القفل كان عاطلا. قالت له: اشتري مني أيها الحداد هذا القفل، فلنقل ب3000 دينار مثلا. قال لها: لا، هذا حقه 4000 وهذا عاطل، دعيني أصلحه ب1000 وأشتريه منك ب9. قالت له: أنا أريده ب3000. قال لها: لا، هذا حق الله عز وجل قبل أن يكون حقك. قالت: السوق كله لم يعطيني به 2000. قال: وما شأني بالسوق، أنا أنظر إلى الله بنظري إلى صاحب الأمر. هذا الرجل يقول: أنا أدركت لما الإمام وصل إلى هذا الحداد، لأنه كان صادق النية في الخدمة، صادق النية بأنه يشعر أن الإمام مطلع على الأعمال. يقول: فأنا من خجلي انسحبت شيئا فشيئا، حتى بذلك الصوت أننا ندرك ونأتي لمن أرادنا فعلا وحقا بالتطبيق. نسأل الله تبارك وتعالى أن نوفق وإياكم لكل خير بحق محمد وآل محمد. عودة لإخواتي في خير الكلام. شكرا للأخ زميل علي السوداني على ما تفضل به من كلمات في قافلة الممهدين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم مشاهدين الكرام من ضمن تلك القافلة الكريمة التي تمهد للظهور المقدس. ونحن نعيش في هذه الفترة، فترة المهلة، هذه فترة الانتظار، هذه فترة الابتلاء. يصعد أعلانا يسعد أسفلنا أعلانا، وأعلانا يهبط إلى أسفل بالابتلاء. يجيء الابتلاء فيمحص الخلق في هذا الغربال. نبقى في هذه الفترة، فترة المهلة. وقد ذكر البلاء والابتلاء في كتاب الله تعالى بأنه سنة إلهية ليبلوكم ويبلو بعضكم ببعض، يعني أساس خلقنا لأجل عبادة الله عز وجل. إنما خلقت الجن والإنس ليعبدوني، لعبادة الله. لكن أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم. لذلك الابتلاء والفتنة والامتحان إنسان معرض إلها في كل حياته. ونحن طبعا انتقلنا من قافلة الممهدين إلى موضوعنا لهذا اليوم في حديث اليوم عن الابتلاء. والابتلاء هذه السنة الإلهية اللي ما يخلو بها شخص، إما تكون على مستوى أمة أو على مستوى فرد أو مستوى أسري. بكل الأحوال ينبغي على الإنسان أن يتعامل مع هذا الابتلاء بتأني، ولا يختر الطريق الخطأ، يحاول قدر الإمكان يختار الطريق الصائب وصولا إلى رضا الله.
نتحدث عن البلاء، هنالك فرق ما بين البلاء والابتلاء، وإن شاء الله ينضم إلنا قبل الانضمام ضيف الكريم من النجف الأشرف، نتحدث من مدينة الإمام عليه سلام الله عليه، باب مدينة العلم ووصيها، ومن البلاء وللبلاء علامة، إن لا يرى لك عن هواك نزوعا، العبد عبد النفس في شهواته، والحر يشبع تارة ويجوع. هذا القول البليغ لسيد المؤمنين والمرسلين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. بالحق هو مدينة العلم، وذلك الملاك المنزل في هذه الأرض عندما اختار بأن يكون جنب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بالتأكيد سنتطرق في أطراف الحديث عن البلاء، وهل هو امتحان اختبار من الله عز وجل؟ شنو الفرق بينه وبين الابتلاء؟ من أين يأتي البلاء؟ هل هو من الله؟ من أعمالنا؟ كيف ننجو من عنده؟ كل هذه الأمور إن شاء الله رح نطلع عليها بوقتنا القادم. يقول أحد الشعراء: تأتي البلية دون إذن مسبق، وكذاك تأتي المسرة في الدنا، تتقلب بك الأيام لا تبقى على حال، فلا فرح يدوم ولا عنا، دار الابتلاء دار الابتلاء، فاصبروا إن أعسرت بكم، ولتشكر الرحمن إن فيها الهنا، إن الدنا دار امتحان تنقضي، ولسوف يلقى كل عبد ما جنى. كل إنسان إن شاء الله راح يلاقي الله عز وجل بما فعله بوقته وحياته. ضيفنا الكريم إن شاء الله من النجف الأشرف، حياكم الله. دكتور هشام حياكم الله، ومساءكم إن شاء الله معطر بذكر محمد والي محمد. دكتور هشام السياب، رح نتطرق لقضية البلاء والابتلاء، ومن أين يأتي البلاء ومن أين يأتي الابتلاء؟ الجو لكم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، صلاة دائمة قائمة لا تنقطع إلى يوم الدين. أسمع وأزكى تحية لشخصكم الموقرة ولكادر العمل المبدع في مدينة أمير المؤمنين النجف الأشرف وبغداد الإمامين الجوادين عليهم السلام أجمعين، وتحية لإجلال لمشاهدين الكرام في كل زمان ومكان. حقيقة ربما هنالك اشتراك في المفاهيم بين البلاء والابتلاء، وقد يتبادر إلى الذهن هنالك نوع من التطابق بين البلاء والابتلاء ومعانيهما، في حين أن القرآن الكريم يفصل بشكل دقيق بين هويتي المصطلحين، بين البلاء وبين الابتلاء. ربما نستطيع أن نقول بإيجاز أن الابتلاء هو حالة فردية والبلاء هو حالة عامة، والابتلاء هو اختبار وامتحان وتمحيص قد لا يقترن معه ذنب، لأن الابتلاء جرى للمعصومين، والمعصومين منزهين عن الذنوب والأخطاء، في حين أن البلاء يقع على البشر وعلى الناس الذين كلفوا بواجب العبادة وواجب الطاعة وواجب الاختبار أمام الله سبحانه وتعالى. في القرآن الكريم تمييز دقيق بين الابتلاء والبلاء. الابتلاء هو اختبار ومكافأة يعني من اجتاز اختبار الإمامة. الابتلاء دائما يقترن بأن يكون الإمامة بعد النبوة، وأين ذلك مع أبي الأنبياء جميعا، ويعني سيد الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله إبراهيم عليه السلام. عندما شخص القرآن الكريم أن إبراهيم وهو نبي عندما وصل إلى مرتبة الإمامة كان عليه أن يبتلى يعني امتحان واختبار يجتازه لكي يكون إماما. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. فهنا الابتلاء والاختبار والتمحيص لإبراهيم عليه السلام، وبعد اجتيازه بنجاح أصبح إماما واقترن بمكانة الإمامة إلى جانب النبوة. أما البلاء فهو لا، ربما أن يصيب المجتمعات ويصيب الناس عامة عندما يكون فيه يعني عقوبة على ذنب أو اختبار على قلة طاعة، ولكن يعقبه بشرى وفوز ويعني رحمة ومغفرة. وهنا نجد اليوم يعني بدقة فلسفة البلاء في القرآن الكريم وفي الإسلام هي ليست عملية انتقام من البشرية أو عملية إيقاع عذاب أو عملية حرمان،
بقدر ما تكون هي عملية تهذيب وعملية تنظيم وعملية إعادة بناء للسلوك البشري. طيب لكي يكون قريبا من طاعة الله عز وجل. دكتور هشام، كما وضحت لنا آنفا عن البلاء والابتلاء، هنا كما هو مفهوم من كلامكم أنه الإنسان تصعد مرتبته ويحصل على أجر وثواب فيما لو صبر على ذلك البلاء أو ابتلي ونجح في ذلك الابتلاء. طيب هنالك روايات تقول أنه مثلا الصدقة تدفع البلاء، يقال أنه الدعاء يدفع البلاء، فإذا دفع هذا البلاء هل يحرم هذا الإنسان من هذه المرتبة اللي كانت معدة إلى فيما لو ابتلي وصبر عليها، أم يبقى الأمر يعني يحوز الأجرين؟ تفضلوا. بالتأكيد هو حيازة للأجرين، لأن الحفاظ على الصعود في طاعة الله سبحانه وتعالى جهد يبذله الإنسان ولا ينقطع عن بذل هذا الجهد. عندما نأتي إلى القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، لنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هنا نلاحظ أن البلاء جرى في الحياة الاجتماعية وجرى على المستوى الفردي، لكن نتاجته يعني نتاجه وثمرته هو بشرى للصابرين الذين استطاعوا أن يجتازوا محنة البلاء إلى يعني دوحة المغفرة والرحمة الإلهية. وعندما نأتي إلى دعاء كميل المرفوع عن الإمام أبي منيس سلام الله عليه، نلاحظ أن هنالك مجموعة من الذنوب التي منها ما يهتك العصام، يزيل النعم، ينزل النقم، وآخرها ينزل البلاء. يعني في تسلسل قراءة الدعاء نلاحظ أن الذنوب التي تنزل البلاء هي جاءت في آخر التسلسل، بمعنى أن هنالك مشكلات فردية الإنسان تزول منها النعمة، تزول منها العصمة، تنزل عليه النقمة. لكن عندما حدد البلاء كان أخيرا البلاء، لأنه يأتي بصورة عامة وليس بصورة خاصة. مصداق ذلك عندما ما روي عن الأئمة سلام الله عليهم، قيل ما هي الذنوب التي تنزل البلاء؟ ونلاحظ مفردة تنزل، نزول البلاء معناه يعني ارتفاع الإيمان، ارتفاع التقوى، الارتفاع بمعنى الصعود والزوال وليس بمعنى الارتقاء والسمو. هنا يعني المرويات على الأئمة سلام الله عليهم، ما هي الذنوب التي تنزل البلاء؟ حددت في ثلاثة، هي التقاعس عن إغاثة الملهوف، التقاعس عن نصرة المظلوم، والتخلي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحسنتم. هذه العوامل، يعني هذه الذنوب الثلاثة، أولا نلاحظ أنها هي ذنوب فردية لها آثار اجتماعية، هي ذنوب شخصية لها آثار جمعية على المجتمع. يعني أنا اليوم عندما أتقاعس بشكل فردي عن نصرة مظلوم أستطيع أن أنصره، اليوم عندما أتقاعس عن إغاثة ملهوف أستطيع أن أغيثه. هذا فعل فردي، ذنب فردي، لكن تداعياته وآثاره تضر المجتمع وتمس المجتمع بشكل عام. نعم دكتور، عندما تخلى والعياذ بالله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبحث الاجتماعي والنفسي، يقول أحدهم، يعني أحدهم نسمع بعض الأشخاص أنه الله بلاني بهذه الأم، أو الله بلاني بهذا الأب، أو بهذا الطفل، أو بهذا العمل، أو بغيره. شنو رسالتكم التوجيهية إن شاء الله إذا سمحتم، حتى يكون أعتقد أنه هو السؤال الأخير لجنابكم الكريم، حتى نوصل رسالة للناس اللي يعتبرون البلاء مو امتحان ويتجازون عليه، يعتبرون البلاء هو شيء مصيبة. يعني مصيبة جاءت لهم من الله عز وجل، كيف نجيب عليهم؟ بلوى. نعم، بالتأكيد الإجابة يعني الإجابة قرآنية، والإجابة من عدل القرآن وهو تراث أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. يعني القرآن الكريم معلمنا نبي الله أيوب عليه السلام مع ما أصابه وأصبح المثل الأعلى للصبر على البلاء، قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لاحظ هنا ذكر الضر يعني استجلاب وطلب للرحمة الإلهية، ليس من باب الاعتراض أو يعني التعنت أو العناد أو الاحتجاج على العدالة الإلهية، إنما في عز الضر، في عز البلاء، كان هنالك أمل ورحمة ورأفة في الرحمة الإلهية وطلبها بهذه الثقة. أحسنت. بهذا الحب، بهذا الثقة للبارئ. طيب عز وجل. دكتور لو سمحت لضيق الوقت، نعم، المؤمن مبتلى، ولاحظنا مثل ما تفضلت الأنبياء، وكذلك المذنب مبتلى، فكيف نفرق بين هذا الابتلاء بسبب امتحان أو هذا الابتلاء بسبب ذنب؟ تفضلوا. لا، المذنب محله بلاء، وهو دائما يعقبه ذنوب يرتكبها الإنسان مع ترك فسحة التوبة والاستغفار والابتعاد عن جميع العبادات.
أما الابتلاء فهي عملية تمحيص واختبار وبناء لنواحي النفس الإنسانية من أجل أن ترتقي إلى المهمة والواجب الإلهي، لكي يكون أمام الإنسان درس كبير أن الأنبياء والرسل وهم سادة الناس جميعا، لكن بتركيبتهم النفسية هي تركيبة قوية قادرة على التحمل الابتلاء وتجاوز المحن وتجاوز الاختبارات لكي تكون قدوة ومثلا وإسوة حسنة. ونتذكر السيدة زينب سلام الله عليها في موقف الطف العظيم، هذا الموقف الذي يعني لا تحتمله الجبال الشامخة، وقفت وقالت لله عز وجل يعني ما رأيت إلا جميلة. هذا الصبر على البلاء، لأنها تعلم سلام الله عليها أن بعد الصبر على البلاء، بعد الصبر على المحنة، الفوز بالرحمة الإلهية والبشرى بالنصر، وبالتأكيد مفاتيح الخلود وبناء المستقبل بيد سيدة الصابرين زينب عليه السلام. طيب، والبلاء من العبد والبلاء من الرب، هل كلها من الرب؟ يعني هنالك بلاء ينزل بسبب حمق الظالمين وتجبرهم، وهذا طبعا آخر سؤال، تفضل. لا، بالتأكيد عندما نضع يعني المفردتين يعني بنطاق التساوي اللفظي، ولكن هناك اختلاف بالمنشأ والمصدر. بالتأكيد أن البلاء الذي مصدره رب، يعني مصدره الرب عز وجل، فيه حكمة وفيه دراية وفيه بناء ونظام وهندسة بالمعيار الفردي للكون جميعا والحياة الاجتماعية قاطبة. لكن البلاء الذي يأتي من الفرد هو بالتأكيد فيه جهل وتقاعس ونكوص وابتعاد عن يعني مرضات الله سبحانه وتعالى. ونحن نقول من أداوم عاد الاستغفار دفع الله عنه البلاء، لأن الاستغفار هو استجلاب واستمطار للرحمة الإلهية كما ورد في مواضع عدة من القرآن الكريم، قد يعني وقت هذه الفقرة لا يسمح بتفصيلها والحديث عنها. أحسنتم دكتور هشام السياب، جزاكم الله خير الجزاء، وشكرا لكادر العمل في النجف الأشرق، وشكرا لانضمامكم لنا وإحاطتكم بجميع المعلومات اللي يخص هذا الموضوع، شكرا جزيلا لجنابكم. نسألكم الدعاء إن شاء الله. شكرا للكادر من مكتب النجف قناة كربلاء الفضائية. طبعا الدكتور وضح، مثل ما وضح أيضا، أنه لما نقول البلاء من هذا الظالم والبلاء من الرب عز وجل، أيضا هذا سبب سوء أعمالنا. إذا مثلا مثل ما وضح الدكتور قعدنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بلينا بهذا الظالم، إن الله عز وجل كان دفع عنا لو كنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لو كنا نتكافل فيما بيننا، لو كنا لا نسمح للباطل أن يتخطانا. في هذه الحالة بلينا نحن بهذا الظالم نتيجة سوء أفعالنا. الإمام الكاظم سلام الله عليه الذي نحن بجواره يقول: لن تكونوا مؤمنين حتى تعدوا البلاء نعمة والرخاء مصيبة، وذلك أن الصبر عند البلاء أعظم من الغفلة عند الرخاء. فالأئمة والأنبياء سلام الله عليهم عندما كانوا يجابهون ذلك البلاء بعظيم الصبر، كان يعرفون ويدركون أنه هذا البلاء الذي جاء من الله عز وجل هو اختبار، والابتلاء وامتحان، فعليك بأن تجتاز كما تجتاز المراتب العلمية، كما تجتاز يعني كثير من طلابنا الآن لما يجهزون نفسهم للقراءة يريد يتجاوز هذا الامتحان بدرجة من النجاح، فعليك أيضا أنه خطوات حياتك تكون هي عبارة عن نجاح تام إن شاء الله، وصولا إلى مرحلة التسليم التام والتدبير التام إلى الله عز وجل، التي هي بالتأكيد تقربك من الله عز وجل. ويقول: يأتي ابتلاء الله لك لأجل حكمة ولا يزول هذا الابتلاء قبل تحقيق هذه الحكمة التي جاءت لأجلها. نعم، والإمام الصادق سلام الله عليه يقول: إن العبد إذا كثرت ذنوبه ولم يجد ما يكفرها به ابتلاه الله عز وجل بالحزن في الدنيا ليكفرها به، فإن فعل ذلك به وإلا فعذبه في قبره ليلقاه الله عز وجل يوم يلقاه وليس عليه شيء يشهد عليه بشيء من ذنوبه. وهنالك قول جامع لأمير المؤمنين سلام الله عليه وموجز يقول: إن البلاء للظالم أدب وللمؤمن امتحان وللأنبياء درجة وللأولياء كرامة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا
من المؤمنين الصابرين عند نزول بلائه، ونسأل الله تعجيل الفرج وكشف الغمة عن هذه الأمة المبتلات بغيبة صاحب الأمر، بغيب وليها وحجتها، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكل هذا العمل اللي ساهم بنجاح هذه الحلقة، شكرا لضيفنا الكريم مكتب النجف، وشكرا لمن تابعنا لآخر هذه الحلقة إذا كنتم راح تتابعونها في هذا الوقت أو في وقت آخر. اللهم ارفع عنا البلاء وزده إذا كان هنالك أجر وثواب في ميزان حسناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نترككم برعاية المولى عز وجل حلقة أخرى من برنامج خير الكلام.